هؤلاء، ترجع على نفسك. وكان الواحد من السلف يعرف أحيانا من أين يؤتى، يعني من أين جاءت هذه المصيبة، جاء هذا الابتلاء. لكن نحن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، إلا من رحم الله، عندما كثرت الذنوب لا ندري من أين نؤتى. فالله الله بالتوبة، الاستغفار، نتذكر دائما حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. نكثر من الصلاة، نغتنم الآن هذه الأوقات، نبتعد عن هذه الأجهزة قدر المستطاع، يكون يعني هذا العام يعني عام غير بقية الأعوام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية كانت في السجن، وقال رحمه الله: المسجون أو المحبوس من سجن عن ربه. فطالما أغلق عليك الآن كل الأبواب كما يقول البعض إلا بابا واحد لا يستطيع أن يغلقوا عليك، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يبقى باب واحد لا يمكن أن يغلق أحد عليك، هو باب الله سبحانه وتعالى. نلتجئ إلى الله، نترك هذا الكلام السياسة والكلام في الحكام والكلام على كذا والكذا وهذه التعليقات التي تعلق الخلق بالخلق، لا، نريد نتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، وندعو لهؤلاء الحكام، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد، لا نتعرض لهم لا بالكلام ولا بغيره، لا نذكرهم إلا بخير، ندعو لهم وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد. اللهم فنحن أخوان